هذا الذي يعرض على الناس أنهم يأكلوا رمضان كبيرا، يعني غادي يرتكبوا كبيرا من الكبائر. واحد من أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، رمضان، صوت رمضان، صوم رمضان، حج البيت، تعرض عليهم أنهم يحيدوا واحد الركن من أركان الإسلام. فطروا 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 عمدا، وأنا غنعرض عليكم 50 درهم، تقدروا ديروها؟ متأكد؟ متأكد 100%. يلا سير على الله. أنا الدور ديال الناس اللي هما كيقابلوا لنا الدين ديالنا، فينكم؟ 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 ما هو دوركم؟ ما هو دورك؟ واش دورك هو أنا؟ تقابلني أنايا في المسجد، تقابلني أنا وتحرص عليا أنا وتبرزني أنا في الجامع، فهادشي فاش كنت في المسجد قبل هذا اش كيقول هذا اش كذا وكذا، جميع الأجهزة قال جالسة في الجامع وكتكتب في التقارير، فاش كنت في المسجد قابلني أنا صاحبي، قابلني أنا.